وينضم معنا من مالمو الأستاذ لبيد الصميداي، عضو التحالف الوطني المعارض. أهلا ومرحبا بك أستاذ لبيد. بداية، البصرة والنجف وذقار وواسط وكربلاء وبغداد وديالى تستعد لموجة جديدة من التظاهرات يوم غد، كيف تقرؤون هذا الإصرار الشعبي على الاستمرار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. هذه مسألة طبيعية، تصاعد مد المظاهرات سواء أفقيا أو عموديا مسألة طبيعية ومتوقعة، لأن الشعب العراقي بكل فئاته وبكل مكوناته وصل إلى حالة من اليأس، والناس غسلت أيديها من وعود الحكومة، والحكومة فشلت في كل مرة تقدم وعودا وتقدم مشاريع إلى آخره، فشلت في الصدق في وعودها، وأصبح المواطن أمام مفترق طرق مع النظام السياسي القائم حاليا. لا إصلاح ولا حل لمشاكل العراق والشعب العراقي بقيام في ظل استمرار هذا النظام الفاسد تماما. كل المراقبين والمحللين الاستراتيجيين والخبراء، نحن قرأنا كثيرا من الدراسات ومراكز الدراسات، يؤكدون كلهم ويجمعون على أن حالة الفساد المتفشي في العراق لا يمكن، من المستحيل، أصبح من المستحيل حلها في ظل نظام السياسي القائم. العراق بحاجة إلى تغيير جذري للنظام السياسي القائم، بمعنى يجب أن يقتلع اقتلاعا كاملا. فالمظاهرات التي ستقوم غدا وستستمر بإذن الله في الأيام اللاحقة ستتواصل وتتصاعد حتى يتم اقتلاع العملية السياسية وكل مكوناتها. ألا تعتقد أن استمرار القوات الحكومية والميليشيات باعتقال الناس وقمع التظاهرات يؤيد ويرسخ فكرة أن هذه الحكومة وميليشياتها غير مستعدة للحوار وتلبية المطالب؟ نعم، يؤكد هذا، ويؤكد أيضا على ضعف الحكومة وضعف النظام السياسي، لأن استخدام القوة المفرطة إنما هو تعبير عن حالة اليأس والطريق المغلق الذي وصلت إليه الحكومة. هي تحاول أن تلفظ أنفاسها الأخيرة وتحاول أن تتعلق بالحل الأمني كمحاولة يائسة منها من أجل إنقاذ نفسها، وتعلم علم اليقين بأن الوضع القائم حاليا لا يحتمل حلا أمنيا، وإنما الحل هو بأن تغادر هذا النظام السياسي بكل مكوناته، بأحزابه، بشخوصه، بكل الفاسدين، وهم كلهم فاسدين بالمناسبة. يجب أن يغادروا واعترفوا علنا جهارا نهارا، اعترفوا بأخطائهم وبأنهم حرامية وفاسدين. فلذلك هو الاعتراف سيد الأدلة، لذلك بقي عليهم أن يغادروا ويقدموا أنفسهم للمحاكمة إذا كانوا صادقين. طيب. لذلك الحل الأمني الذي تقوم به الحكومة بالحقيقة هو محاولة يائسة من أجل تخويف المتظاهرين وردعهم، ظنا منهم بأنهم سيعودون إلى منازلهم وتنتهي المظاهرات، ولكن العكس هو الذي سيتحقق. هذه التظاهرات التي خرجت من البصرة لتتسع الرقعة إلى أغلب مناطق الجنوب العراقي واصلة إلى العاصمة ومناطق الوسط، بماذا تختلف عن سابقاتها من تظاهرات؟ وأيضا ما إمكانية أن تعتلي الحكومة هذه التظاهرات وتحتويها وتركبها كسابقاتها؟ نعم، هذه المظاهرات تختلف اختلافا كبيرا نوعيا وكميا عن المظاهرات السابقة. المظاهرات السابقة بالحقيقة لاحظنا من الناحية الكمية، لاحظنا أنها محصورة أحيانا في بغداد وأحيانا في بعض محافظات الجنوب، بالإضافة إلى المظاهرات التي حدثت في مناطق الغرب. لكن هذه المظاهرات بدأت تتسع، انطلقت شرارتها من البصرة، وبسبب الاحتقانات المتراكمة لدى المواطن العراقي وخصوصا الشباب استشرت هذه المظاهرات وانتشرت في كل أرجاء العراق حاليا. تختلف هذه المظاهرات عن سابقاتها بأنها أقصت الأحزاب السياسية وأقصت رجال الدين، وحتى رجال شيوخ العشائر أقصتها من صفوفها. الشباب هم الذين يقودون هذه المظاهرات، وإذا كان هناك دور لشيوخ العشائر فيجب أن يكون هذا الدور في الخطوط الخلفية، يجب أن يساندوها، يحمون المتظاهرين من قمع القوات الحكومية لا أكثر. يجب أن لا رجل دين ولا رجل سياسة ولا شيخ عشيرة يتسلل للمواقع الأمامية لهذه. طيب، هل تصدقون التصريح الأمريكي الذي يقول أنهم يدعمون هذه التظاهرات؟ وهل هنالك أي إمكانية لأن تتخلى واشنطن عن العملية السياسية التي جلبتها وتبنتها ودعمتها؟
بالتأكيد هذا كذب وانتهازية واضحة. أنت التصريحات الأمريكية التي تقول بهذا كاذبة، لأن الأمريكان هم الذين جاءوا بالعملية السياسية، وهم الذين جاءوا بالعملاء والخونة خلف دباباتهم إلى العراق، وهم الذين زرعوهم في العراق ونصبوهم وسلموهم العراق لقمة سائغة ليعيشوا فيه فسادا ويسرقوا وينهبوا أمواله. فهذا كذب ودجل من قبل أمريكا. الحل يجب أن يكون عراقيا، وسيكون الحل عراقيا صافيا بعيدا عن أجندات أمريكا وأجندات إيران. كان معنا من مالمو عضو التحالف الوطني المعارضة الأستاذ لبيد الصميدعي، شكرا جزيلا لك.